السلام عليكم. الوحدة الخامسة عندنا الوحدة الخامسة الأم، المفاهيم المتضمنة. سؤال أول، ما هي المفاهيم المتضمنة في وحدة الأم؟ أولا مفاهيم اجتماعية، ثانيا مفاهيم تربوية، مفاهيم لغوية، أربع مفاهيم عند مكانة المرأة في المجتمع، ومفاهيم مكانة الأم في الأسرة. ما قبل النص، سؤال، بما توحي إليك الصورة؟ حالة هي الصورة توحي هي حالة اشتياق ولهفة الابن بتمسكه بذكر القرآن وما أكده الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نعبر عن محبتنا للأم؟ قول الرسول، الجنة تحت أقدام الأمهات. السؤال الرابع، متى يوافق عيد الأم؟ يوافق في 21 آذار من كل سنة. ماذا تعرف عن الشاعر رشيد سليم الخوري؟ شاعر لبناني ولد 1887 وتوفي 1984، وله أشعار ومن أهم ديوانه الرشيديات. هسه في أثناء النص، سؤال، ما الصورة التي يعبر عنها الشاعر رشيد سليم الخوري بقوله، فإن باب الفردوس ملاك يسل السيف في وجه المنايا فيخرسني ذلك الطيف أمي؟ نعم، شنو الجواب عنه؟ يصور الشاعر أمه ملاك طاهر يقف عند جنته أي حياته ويدافع عن هذه الجنة فيشهر سيفه في وجه المحن، وهي صورة تعبر عن مدى تفاني الأم لدفع الأذى عن أبنائها. عندنا سؤال، لماذا تطلق بعض الشعوب على عيد الأم اسم عيد الأسرة؟ الأم هي أساس الأسرة في تربية وإعداد الأولاد. سؤال، أي يوم قصد الشاعر بقوله يوم العظيم؟ الجواب هو يوم القيامة. هسعدنا نشاط الفهم والاستيعاب. سئل النبي عن الأم، لماذا كرر الرسول الأم ثلاث مرات قبل الأب؟ الله حظ الأم برعاية أولادها بالتضحية وتربية الأولاد ومعاناتها عند الحمل والولادة. عندنا تمرينات، كيف صور الشاعر الأم في قصيدته، ما رأيك؟ زين، الجواب، صورها بقوله، فإن بباب الفردوس ملاك يسل السيف في وجه المنايا فيحرسني وذاك طيف أمي. سؤال، ذكر الشاعر صوت أمي، طيف أمي، من أجل أمي، ولم يقل أمي، لماذا؟ جواب، لأهمية مكانة وجود الأم بين أبناء الأسرة، فهي معهم لتولد بنفوسها الطمأنينة إلى نفوس أولادها. سؤال بالكتاب، كان الرسول عليه الصلاة والسلام شديد البر بأمه، فكانت المرضعة حيمة السعدية، يروى أن جاءت في يوم في ليلة فبسط رداءه فجلست عليه. دلي على قصة نفس الموقف. نعم، القصة أكو دليل على عظمة الأم عند الرسول، ومن رواة أسلافنا يحكى أن رجلا حمل أمه على كتفه وطاف بها الكعبة سبع مرات، ثم جاء إلى الرسول فقال له، ما فعله مع أمه؟ فقال له الرسول، لم توفي طلقة واحدة من طلقات الولادة. عدنا معاني، الكلمة معناها النزع، معناته شنو؟ احتضار المريض، عزيفة الجن معناتها صوت الجن، تلوته تلا يتلو معناته اقرأ، وشكرا.